مرحبا عن جديد، رجعنا ومكملين معكم على هو روتانا اف ام. اكيد عم تسمعوا برنامج شاي الضحى كل يوم، عم نكون معكم من الاحد للخميس لمده ساعتين من الوقت. دائما فيكن تبعتولنا بآرائكن وكمان وجهة نظركن على 011-2884-88 وآت روتانا اف ام كي اس اي. دائما أولى فقراتنا بساعتنا الثانية بتكون فقرة صحتك تهمنا، واليوم مثل ما قلت ببداية الحلقة رح يكون معنا الدكتور أحمد حسون، استشاري الغدد الصم والسكري. مرحبا دكتور، صباح الخير. صباح النور مرحبتين، اهلا وسهلا. يا هلا، كيفك؟ الحمد لله تمام، كيفكم انتم؟ الحمد لله بنشكر الله. دكتور اليوم بدنا نحكي عن اضطرابات الغدد الدرقيه والعلاجات الحديثه لها. كلنا بنعرف انه الغده هي المسؤوله عن الغده الدرقيه يعني، والغدد الصماء عن السكري، واضطراباتها ممكن تعملنا هذا المرض المزمن للاسف، وهو من اكثر الامراض المنتشره حول العالم بنسب كبيره. يعني للاسف كل عيله لازم يكون فيها شخص على الأقل مصاب بالسكري. بداية دكتور، الغدة الدرقية هل في إلى وقاية أو لا؟ إذا بدأ يصير مرض سكري فحيصير. خلينا نفرق بين شغلتين، الغدة الدرقية والسكري مفصلين عن بعض. بالنسبة للغدة الدرقية هي إحدى الغدد الصماء الموجودة في جسم الإنسان، أما السكري فهو مرض سكري أيضا له علاقة بالغدة الصماء لكن ليس مع الغدة الدرقية، فخلينا نفصل الموضوعين. وهذا الشيء أنا هيك قلته بالبداية، لأنه نحن تسمع غدد صماء فكر كل الغدد بما فيها الدرقية هي مسؤولة كمان عن مرض السكري. نعم، بس حتى نوضح الأمور أكثر للمستمعين. الغدة الدرقية أيضا مثل ما تفضلت هي أيضا أمراضها كثيرة، لكن السكري مثل أيضا ما تفضلت سابقا هو أكثر حدوثا. فحاليا خلينا نركز على موضوع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية أشبعنا الناس في الكلام عن السكري في عدة لقاءات يعني من خلال عدة أقنية. الموضوع الغدة تقريبا مش كثير يعني متداول، لكن صراحة يجب التنبيه له، وخاصة أنه هي غدة مهمة مثل ما تكلمنا. الغدة الدرقية بس تبسيطا الأمور للناس اللي مستمعين حتى يكونوا في الصورة، عبارة عن غدة موجودة تحت ما نسميها تفاحة آدم بالعنق، أسفل العنق تحت فروز الحنجرة، هذه هي منطقة الغدة الدرقية، وهي تتكون عادة شكلها شكل الفراشة، تكون من فصين أيمن وأيسر وفي اتصال بيناتهم في الوسط زي شكل الفراشة، مسؤولة عن إفراز هرمون مهم جدا هو هرمون الثايروكسين، هرمون الغدة الدرقية، مسؤول جدا عن مسؤول عن نشرات كثيرة ومن ضمنها وأهمها استخدام الطاقة وخزنها تسمى الميتابوليزم تبع الجسم يعني. وهذا له علاقة طبعا جدا مهمة لصحة الخلايا والأنسجة في جسمنا كله والوزن وغيره. بالضبط. وهي طبعا أيضا كونها غدة صماء، عادة نحن عندنا غدة صماء يكون تحت إشراف غدة نسميها ماستر جلاند، هي الغدة النخامية، ففي علاقة بيناتهم. لكن اللي يهمنا نحن الحين نبسط الأمور ونسهلها لأنه موضوع مهم، وموضوع أمراض الغدة الدرقية. تبسيطا للأمور ممكن نقول أنه نقسم الغدة الدرقية أمراضها إلى يعني نوعين، نوع وظيفي قصور في العمل أو نشاط زيادة هذا نوع، والنوع الثاني تشريحي يعني في الغدة نفسها يكون مثلا عقدة أو عقيدة أو بعيد الشر عن الجميع أن يعني يكون في ورم، قد يكون حديد وقد يكون خبيث، فنوعين من الأمراض. الأمراض الأكثر شيوعا طبعا هي موضوع النقص في نشاط الغدة الدرقية اللي نسميه بالإنجليزي hypothyroidism. هذا المرض مهم وأكثر شيوعا من غيرها، إضافة إلى أن النقطة الثانية اللي هي تشريحيا ممكن وجود عقد في الغدة الدرقية عبارة عن تورمات صغيرة في العقدة زي العقدة يعني في الدرقية، أيضا مهمة أيضا ومتوافرة بشكل لا بأس عددا و بريفلنس عالي في هذه الشعب بشكل عام يعني عالميا. فالأهم هو نقص نشاط الغدة الدرقية وأعراضها، يعني في كثير من الناس أكيد يشكو بأعراض مشابهة لها. فلو تكلمنا على سبيل المثال نقص النشاط، نقدر نقول أنه أعراضها المبكرة ممكن بعض الناس يشعرون بأعراض يعني مش يعني خصوصية لكن تدل على أنه يمكن أن يكون هناك اعتلال في نشاط الغدة، من ضمنها الإمساك، التعب، الإرهاق، الضعف بشكل عام، الإنسان يحس بضعف،
الدورة الشهرية اضطرارها مع عند الامرأة ممكن غزارة دم الدورة، آلام المفاصل، العضلات، يعني مثل ما هنا يعني أعراض كثيرة ممكن تشمل أي جسم في الجسم، الحزن، الاكتئاب، جفاف الجلد وشغلات كثيرة، يعني يمكن الوقت ما يسعنا نتكلم عنها. لكن هذه الأعراض المهمة، فأي شخص يشعر بهذه الأعراض يجب أن يتذكر أنه ممكن قد تكون لها علاقة في الغدة الدرقية، الغدة الدرقية ونقص نشاطها طبعا. والعكس صحيح. أفضل تفضل. طيب دكتور أنا بدي أسأل، لو سعرنا بكل هاي الأعراض وحللنا وطلع فعلا في عنا اضطراب بعمل غدة درقية، إن كان عمل يعني بطيء أو سريع، هل من خلال العلاج أنا ممكن أتخلص منه بشكل كامل لهذا الاضطراب أو لا هو حيضل معي مدى الحياة؟ نعم سؤال جيد. بالنسبة إلى نقص النشاط، احنا تكلمنا عن نقص النشاط ومثل ما تفضلت سألتي سؤال مهم أنه فحص الدم، حنعمل فحص الدم ويبين الهرمونات، ففحص الدم ممكن يثبت أنه فعلا في نقص في النشاط أو قد يكون الأعراض مختلفة شوية وفيها طلع نشاط زيادة فرص في نشاط الغدة. بتحليل الدم معظم التحاليل اللي نعملها تعرف أن تكون شافية، بتحليل الدم ممكن واحد يوصل إلى قناعة أنه هذا فرص أو نقص. بالنسبة نأخذ الموضوع بنقص النشاط في الأول، نقص النشاط أسهل بكثير من فرط النشاط، لأن نقص النشاط عبارة عن نقص إفراز هرموني موجود في الغدة تفرزه يذهب إلى الدم ويقوم بوظائفه. لحسن الحظ من سنوات كثيرة نحن الهرمون نفسه موجود ومصنع، ويمكن المريض أن يتناول عن طريق الفم حتى لا يوجد حقن ولا شيء، لكن عن طريق الفم. فلذلك العلاج لنقص النشاط سهل جدا، وايضا في نفس الوقت ممكن نعطي الجرعه المناسبه. كل انسان يحتاج قد تكون جرعه مختلفه عن الثاني، فممكن ايضا في مراقبه فحص الدم بعد ما نبدا الادويه ممكن نعرف انه هذا هو الجرعه المناسبه. ومع الاسف لبعض الاحيان ممكن بعض المرضى يحتاجون ان يستمروا في دواء نقص النشاط لفتره طويله وقد يكون لطول العمر. النقطه المهمه في الموضوع هو المراقبه، يجب بين فترة وفترة 3 أشهر 6 أشهر يجب أن يعاد التحاليل كبداية، طبعا ممكن تحصلكم 6 أسابيع من أسابيع حتى إذا نصل إلى قناعة وصلنا إلى الجرعة المناسبة. عندما نصل إلى الجرعة المناسبة يجب دوريا على 3 أشهر أو 6 أشهر نعيد فحص الدم، وفحص الدم بسيط طبعا إضافة للفحص السريع، بس أهم شيء هو فحص الدم اللي يبين لنا أنه فعلا وصلنا إلى الجرعة المناسبة. والجرعة المناسبة قد تتغير أحيانا بتغير ظروف المريض، ولكن أغلب الأحيان إذا لم يحصل أي تغير تكون الجرعة ثابتة، لكن دائما ننصح بإعادة الفحص الدم بالنسبة للهرمون خلينا نقول كل 3 إلى 6 أشهر. هذا بالنسبة إلى نقص النشاط. أما بالنسبة إلى فرط النشاط، إذا فرط النشاط شوية أصعب، لأنه فرط النشاط عبارة عن أغلب الأسباب اللي يكون في نوع من الإفراز الشديد للغدة بسبب نوع من المناعة الذاتية. جسم الإنسان بعض الأحيان، بعض الناس يعني مش كل الناس، يصير عندهم نوع من المناعة الذاتية تفرز مادة يسموها مضادات أجسام تنشط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، فيصير عندهم فرط النشاط. هذا النوع نسميه تقريبا جريف ديزيز، هذا النوع من المناعة الذاتية فيه. هذا شوية يكون أصعب وقد يترافق أحيانا بأعراض عينية، العين تتورم ويصير جفوف واضح وكذا، لكن علاجه شوية أصعب، لكن له علاج موجود، عدة علاجات من ضمنها علاج دوائي يختلف طبعا عن الهرموني تكلمنا عن نقص النشاط، وأيضا في أدوية عن طريق اليود المشع ممكن يعطوه مادة مشعة للغدة الدرقية وتقوم بقتل الخلايا النشيطة، وممكن أيضا بالعمل الجراحي. فالعلاجات موجودة، هذا السبب اللي هو المناعة الذاتية. لكن في أحيانا بعض المرضى هم عندهم نقص نشاط ويأخذوا الجرعة الهرمونية اللي تكلمنا عنها سابقا، بسبب أخذهم الجرعة غير الصحيحة ممكن يصير عندهم أعراض فرط النشاط. هذا يكون طبعا أسهل، عبارة عن إنقاص الجرعة الزائدة ونصل إلى الحد المناسب. لكن الصعوبة تكون لما نحتاج نعطي أدوية لإنقاص فرط النشاط، أدوية دوائية كيميائية واليود المشع والجراحة. لكن كلها في هذه الأيام أصبحت من الشغلات اللي بسيطة، لكن النصيحة دائما أن تكون تحت إشراف الإنسان المختص في هذا الموضوع، لأنه كثيرين من الأطباء العامين موجودين ويمكن أن يساعدوا، لكن إذا وصلت إلى مرحلة
التحاليل غير دقيقة، فيجب استشارة المختص في الموضوع حتى يكون أكثر دقة في التشخيص وأكثر دقة في اختيار العلاج الناجع إن شاء الله. حلو كتير دكتور، أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي عطيتناها، وإن شاء الله تكون وصلت للناس، وبنفس الوقت رجعنا قلنا لهم أنه لازم نحلل غدة درقية كل فترة وأخرى مثل ما ذكرت لحتى مجرد اطمئنان، وإذا في أي اضطراب نقدر أنه فعلا يكون العلاج بسيط وفعال. دكتور أحمد حسون استشاري غدد الصم والسكري، أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا على هوا روتانا أف أم، وإن شاء الله بيكون فينا لقاءات أخرى بالأيام القادمة. شكرا لك اختي، وان شاء الله كان المستمعين استفادوا من اللقاء ان شاء الله. شكرا كثير لك، يا هلا بيبي. مع السلامه. بعد شوي رح نرجع على فقره انت تسال، حضروا اسئلتكم لحتى تسالوا بعض اسئله مثل ما قلت، نحاول نوعا ما نعملها اجتماعيه.